السلام عليكم ورحمة الله، معكم مس هبة السراء ومعلمة الصف التاسع للفيزياء. أخذنا المرة السابقة عن بوحدة الحرارة، بلشنا بدرس درجة الحرارة وحكينا عن مفهوم درجة الحرارة والأنظمة الحرارية العالمية وكيف بنحول بيناتها. اليوم بدنا نحكي عن كمية الحرارة. شو يعني كمية حرارة وشو الفرق بينها وبين درجة الحرارة؟ أكيد في فرق. هلأ، درجة الحرارة خصيصة للجسم تحدد اكتسابه أو فقده لها للحرارة عند اتصالها بجسم، لكن كمية الحرارة مقدار الطاقة الحرارية المنقولة من جسم إلى آخر. كيف يعني؟ يعني لما أنا باجي بحط مثلا وعاءين فيهم ماء، وعاء فيه كمية قليلة من الماء والوعاء الثاني فيه كمية أكثر من الماء، التنتين عرضتهم لنفس درجة الحرارة، لنفس المصدر اللي بيخليها تكتسب حرارة، هاي درجة الحرارة. لكن بلاحظ انه الوعاء الاول اللي فيه مثلا كمية الماء اقل احتاج لكمية حرارة قليلة حتى يسخن كامل، لكن الوعاء الثاني اللي فيه كمية ماء اكثر اللي انا معبيته مي اكثر بده كمية حرارة اكثر لحتى يسخن كامل. فهون كمية الحرارة عبارة عن كم كمية الطاقة الحرارية اللي لزمت لتسخين هذا الجسم. أما درجة الحرارة لا، خصيصة تحدد لي مثلا مقدار معين بيحدد كم كسبت حرارة أو كم فقدت. كمية الحرارة منقيسها بوحدة السعر، أما الطاقة بوحدة الجول، الطاقة الحرارية بوحدة الجول. إجا عندنا العالم جيمس جول، اشتغل جاب جسم وخلاه يشتغل ميكانيكيا، اي جسم فيه حركة ميكانيكية، وجد انه هذا الجسم رح يكتسب حرارة. يعني مثل ايدي، انا لو جيت حركت ايدي بلاقي انه ايدي بتسخن، كانت شغل ميكانيكي تحولت لحرارة اكتسبها الجسم، تحولت لحرارة. فبناء على هاي العلاقة اكتشف انه في علاقة بين الجول والسعر، حكى انه الواحد سعر بيساوي 4.186 جول، هاي مقدار السعر الواحد. هذا العالم جيمس جول. طيب على ايش بتعتمد كمية الحرارة؟ على عدة عوامل. اول عامل اللي هو التغير في درجة الحرارة. التغير في درجة الحرارة كل ما كان فرق بين درجات الحرارة اكثر كان بيلزمني كمية حرارة اكبر. يعني الجسمين كل ما كان بينهم فرق حرارة اكثر انا بيلزمني كمية حرارة اكبر. تاني عامل اللي هو الكتلة. زي ما حكينا قبل شوي، كمية الماء اللي كانت أكثر لزمها كمية حرارة لتسخينها أكثر، وكمية الماء أو كتلة الماء اللي كانت أقل لزمها حرارة أقل لتسخينها، فالعلاقة طردية، كل ما كانت الكتلة أكثر كمية الحرارة بتزيد اللي أنا بتلزمني للتسخين. تالت عامل نوع المادة. كل مادة إلها خاصية فيزيائية معينة طبعا بكمية حرارة بتلزم لتسخينها خاصة فيها، ومنسميها الحرارة النوعية. يعني كل مادة إلها حرارة نوعية خاصة فيها بتلزم لتسخين هاي المادة. يعني الحرارة النوعية للنحاس غير الذهب غير الماء غير الزئبق وهكذا. شو يعني حرارة نوعية؟ أنا لو عندي 1 كيلوغرام من المادة، بس 1 كيلوغرام، هذا 1 كيلوغرام كم بلزمني أرفعه، يعني كم بلزمني كمية حرارة حتى أرفعه درجة سلسيوسية واحدة. فهي كمية الحرارة اللي بتلزم حتى أرفع 1 كيلوغرام، بس 1 كيلوغرام من المادة بدي أرفعه درجة سلسيوسية واحدة. نرمز لها حانون، تقاس وحدتها حفظ مهمة جول لكل كيلوغرام في سلسيوس. طبعا كل ما كانت الحرارة النوعية أكثر برضو بلزمني كمية حرارة أكبر لحتى أرفع أنا درجة حرارة هذا 1 كيلوغرام، أرفعه درجة سلسيوسية واحدة. قانونها مباشر، كتلة الجسم في الحرارة النوعية في التغير في درجة الحرارة. كاف حا اللي هي رمز كمية الحرارة، الكتلة كاف، الحرارة النوعية بنرمز لها حا نون، دلتا دال اللي هو الفرق، دلتا هذا الرمز فرق في درجة الحرارة، والفرق دائما بيكون عندي درجتين، درجة جديدة ودرجة قديمة. أنا بطرح الجديدة ناقص القديمة،
دايما الجديدة ناقص القديمة، الثانية ناقص الأولى. طب إيش الفرق بين السعة الحرارية وكمية حرارية؟ أكيد في فرق. الكمية الحرارية قبل شوي اللي هي كانت كمفهوم حكينا طاقة تلزم لرفع أو لتسخين الجسم، والحرارة النوعية حكينا إنه أنا عندي الحرارة النوعية تلزم كم كمية الحرارة اللي بتلزمني حتى أرفع بس 1 كيلوغرام من المادة درجة سلسيوسية واحدة، بس كتلة 1 كيلوغرام. لكن السعة الحرارية لا، أنا بدي أرفع بدي كمية حرارة بتلزم حتى أرفع حرارة الجسم كله، كل كتلة الجسم بدي أرفعه درجة سلسيوسية واحدة مو بس 1 كيلوغرام. فالحرارة النوعية بتلزم إني أرفع بس 1 كيلوغرام درجة سلسيوسية واحدة. السعة الحرارية لا، السعة الحرارية بدي أرفع كل الجسم، كل كتلة الجسم بدي أرفعها درجة سلسيوسية واحدة، وقانونها مباشر بدي أضرب كتلة الجسم في الحرارة النوعية كاف في حانون. نكمل هلأ وناخد أمثلة على المسائل هاي. عندي قانونين بس بدي أشتغل عليهم. أول قانون اللي هو كمية الحرارة والسعة الحرارية. الثاني، احسب السعة الحرارية لكتلة من النحاس مقدارها 5 كيلوغرام. الكتلة لازم تكون عندي بالكيلوغرام، لو كانت بالجرام مثلا بدي أقسمها على 1000. والحرارة النوعية معطيني إياها هون جاهزة. قال لي احسب السعة، يعني على قانون السعة الحرارية مباشر. السعة الحرارية شو بتساوي؟ الكتلة في حانون الحرارة النوعية. الكتلة عندي جاهزة هيها 5، والحرارة النوعية جاهزة 400، بس بضربهم في بعض تطلع 2000 جول لكل سلسيوس. ضرب مباشر، قانونها الكتلة في الحرارة النوعية. والوحدات مهمة جدا، لو طلب حرارة نوعية بحط جول لكل كيلوغرام في سلسيوس، طلب سعة حرارية بدي أحط جول لكل سلسيوس. كمية الحرارة إذا طلبها وحدتها جول. السؤال الثاني، إذا كانت السعة الحرارية لوعاء من الألمنيوم 270 جول لكل سلسيوس والحرارة النوعية 900، احسب الكتلة. طلب كتلة. هلأ هو شو أعطاني في أول السؤال؟ إذا كانت السعة الحرارية، أول كلمة بيعطيك إياها هي مفتاح السؤال وعليها بشتغل على قانونها. إذا أعطاني السعة حرارية بحط قانون السعة، أعطاني كمية حرارية بحط كمية الحرارة. هلا هون أعطاني السعة بدي أحط قانون السعة، تساوي الكتلة في الحرارة النوعية كاف في حانون. السعة عندي أعطاني إياها جاهزة 270، كتلة بده إياها بخليها كاف، والحرارة النوعية أعطاني إياها هون 900، بس بقسم على 900 على 900، لما أقسمها مع بعض بتطلع 3/10 كيلوغرام. تعويض مباشر وسهل، بس بحط القانون. إذا أعطاني السعة، أول السؤال حكالي عن السعة، بحط قانون السعة وبشتغل عليه. كمان سؤال، ما كمية الحرارة؟ ها هلأ هون أعطاني إيش؟ كمية الحرارة بدي أشتغل على قانون كمية الحرارة. قبل شوي أعطاني السعة حطيت قانون السعة. كمية الحرارة دغري بحط القانون قبل ما أكمل. كاف حا اللي هي كمية الحرارة تساوي الكتلة في الحرارة النوعية في دلتا دال. خلينا نحط المعطيات هون. لرفع حرارة الجسم بدنا الماء 2 كيلوغرام من الماء. كيلوغرام، جرام يعني كتلة، سواء أعطاك جرام أو كيلوغرام كتلة. هاي الكتلة جاهزة بالكيلوغرام ما بدها تحويل، بخليها 2. هاي كاف. درجة الحرارة من 20 لـ60، أعطاني درجتين. هاي الدرجة الأولى، هاي الدرجة الثانية. هاي الأولى دال 1، هاي دال 2، حطيتهم هون، هاي دال 1 ودال 2. علما أن الحرارة النوعية للماء، هاي مو حفظ أنا بكون معطيتك إياها بالسؤال، 4186 جول لكل كيلوغرام في سلسيوس. هاي حانون، رمز الحرارة النوعية حانون. تعويض مباشر، الكتلة 2، الحرارة النوعية هي أعطاني إياها في دلتا دال. هلا دلتا دال شو كانت؟ دال 2 ناقص دال 1، الحرارة الجديدة ناقص القديمة. دال 2 ناقص دال 1، 60 ناقص 20 40، لولوية للأقواس بطرح، بعدين بضربهم في بعض، 2 في 4186 بعدين في 40، بيطلع عندي الجواب 334 و880.
334,880 جول، لأنه بده كمية حرارة وحدتها جول. تعويض مباشر على القانون. ليش اخترت هذا القانون؟ لأنه أول السؤال حكالي ما كمية الحرارة، على قانون كمية الحرارة بشتغل. كمان سؤال، إذا كانت كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 200 جرام، هل الكتلة 200 جرام بدي أحولها لجرام بقسم على 1000، صفرين بيروحوا مع الصفرين بضل 2 على 10، 2 بالعشرة كيلو جرام. من دال 1 25 ل 35، من 25 ل 35، هاي دال 1 هاي دال 2، تساوي 256 جول. اللي هي إيش هاي الجول؟ كمية الحرارة. كمية الحرارة الجول. احسب الحرارة النوعية. خلينا نشوف الحرارة النوعية أول إشي شو أعطاني، هو كمية حرارة. إذن على أنو قانون بدي أشتغل؟ على كمية الحرارة. كاب ح تساوي كاب في حانون في دلتا دال، ما في غيره هذا القانون. هلا كاف ح ما طلبها، هو طلب حانون. هاي كاف ح معطيني إياها بالسؤال 256، بحطها. الكتلة أنا اللي أنا حولتها في المربع هون 2 بالعشرة حطيتها. حانون مش موجودة عندي، هو طالبها بالسؤال، بخليها. في دلتا دال بدي أطرح درجتين، 35 ناقص 25، الثانية ناقص الأولى. بنزل هذا الرقم بضل ينزل زي ما هو 256، ما لعبت فيه أبدا، خليته على اليمين. أنا شغلي على طرف الشمال. هلأ أول إشي الأقواس، الأولوية للأقواس. 35 ناقص 25 10، بدي أضرب 2 بالعشرة في 10 2، ضرب حانون. كيف بدي أتخلص من هاي التنين؟ بقسم على 2 على 2، تطلع عندي الحرارة النوعية جول لكل كيلوغرام في سلسيوس 128. هلا إيش طلب في الفرع الثاني؟ السعة الحرارية، برضو على قانون السعة مباشر. السعة الحرارية تساوي كتلة في حرارة نوعية، ما في غير هذا القانون وهاد. الكتلة 2 بالعشرة والحرارة النوعية اللي أنا طلعتها قبل شوي في السؤال في الفرع ألف 128، بس ضربتهم في بعض طلع 25.6 جول لكل سلسيوس. تعويض مباشر وسهل. بصفي عندي مسائل رياضية. السؤال الخامس، قطعة من النحاس كتلتها 20 جرام سخنت. هلا هاي الكتلة، ما نحط المعطيات على جنب. أول إشي عندي الكتلة 20 جرام، جرام معناته لازم أحولها، لازم أقسمها على 1000، تطلع 2% كيلو جرام. من دال 1 20 سلسيوس لمية سلسيوس، سين يعني حرارة. هاي الحرارة الأولى، هاي دال 1 20، دال 2 100، هاي حطيتهم. احسب شو بده. هلأ بده السعة الحرارية، بحط قانون السعة الحرارية. مدام طلب سعة الحرارة بحط قانون السعة الحرارية. شو هو؟ كاف في حانون، الكتلة في الحرارة النوعية. الكتلة عندي حول بعد ما حولتها، ضرب الحرارة النوعية معطيني اياها بالسؤال، هيها 400 حطيتها. ضرب مباشر ووحدة السعة جول لكل سلسيوس، 8 جول لكل سلسيوس. واحسب الحرارة اللازمة لذلك، بده كمية الحرارة اللازمة للتسخين، يعني كمية الحرارة. القانون الثاني، كاف ح تساوي كاف في حانون في دلتا دال. الكتلة عندي 2%، حانون عندي 400، دلتا دال عندي درجتين، بدي أطرح الثانية ناقص الأولى. 100 ناقص 20 80. هلا بس بضربهم في بعض، يعني 2% في 400 8، في 80 640 جول، وحدة الكمية جول. ويعطيكم ألف عافية. يرجى إنزال التلخيص على الدفاتر.